اهلين وسهلين زينه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. سمحوا لي كنطلع لكم في الفيديو بحال هكذايا، فريمون حالتي ما نعاود لكمش، عييت عييت بصح بالمعنى. مي فوالا سي با غاف، كيف غادي تشوفوا الحويجات اللي ما كيتنشفوش في الماكينه تلقاهم مليوحين هنا على الكرسي. ماشي مشكل ما بيناتناش البنات. المهم لغزي ولاد ديالي، بغيت غير نفكركم في الاول ديال لا فيديو باش كلكم تعرفوها. راه عندكم التخفيض ديال 25% في كاع لو سيت نتاع لي بيجو. دايوغ لي بيجو اللي انا لابساهم راه لي بيجو ديالي من حنان شانيل بانكام. المهم كاين بامال دي موديل، كاين بامال ديال كلشي. سينو عندكم 25%، عندكم حتى نهار سيتي لاندي، لاندي وديمونش. مابقيتش عاقله. المهم وقيله ديمونش، يعني اليوم راه السبت، يعني غدا غادي يسالي لا بروموسيون. كنظن غدا غدا بالليل اولا لاندي، المهم سوا لاندي سوا ديمونش، مابقيتش عاقله. مراد هو اللي كياكد لي، حيت هو جينيرال هو اللي كيعمل المده. كنا عملنا لكم واحد المده وقيله حتى لاندي، سي 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 كان حتى لاندي. المهم ولكن لي بيجو راه ما كيبقاوش بزاف، نيزيتي با بروفيتي، عندكم ناقص 25%. كيهضروا لي على هاد لا مارك هادي بزاف، هذيك سليف ليدي اللي هضرت عليهم اكرام بلا لوفا. هادو اي ما خلوني تنهت على خاطر خاطري، انا حطاهم هنا باقي عامرين، ما بقيتش كنديرهم دابا، وقفتهم. البنات غيمه زايده كنغلط، غيمه زايده اللور اللور. هادو دي برودوي فاشلين ما كيديروا والو. الناس اللي عندهم الكرش باغيين يضعفوا من الكرش، ما غيديروا لكم والو. اول مره شريتو هاد فونتر بلا كان عطاني واحد المفعول كوم كوا كنمشي للتواليت سويفون، كنخرج جوج مرات في النهار، وانا هادي هاني زعما ما كنديرهاش، يعني انا كنخرج للتواليت يعني كنقولوا سير يمكن يومين يمكن نهار ونص، زعما مره واحده. مي بهذا كنت كنمشي بزاف وكان عاجبني الحال، كنحس بالكرش ديالي ولا المصران ديالي خاوي، من المصران ديالي خاوي. ولكن دوزيام فوا بتاتا واش لا ميم شوز؟ واش لي برودوي تبدلو؟ واش البرودوي ولا في الجسم ديالي، اولا الجسم ديالي ولا في البرودوي مابقاش كيعطي عليه مفعول؟ سينو باش يضعفك ولا فوق ما نركب فوق الميزان كنلقى الزياده. والماكله البنات والله ما كناكل الماكله الزنقه بزاف، صافو دير الماكله الزنقه بالنسبه لي هي لي فاست فود. سينو الغيستو البنات راه كيطيبو مزيان حسن من الدار. لي غيستو لي غيستو يعني اللي كيطيب لك ان فيلي مع سالاد مع لي ليغوم، هنايا هذيك راه ماكله بحال الدار. سينو انا كنهضر هذيك ماكله ايكيليبري اون تري بلا ديسير، ماكله ايكيليبري. سينو على لي فاست فود كيباب بيتزا ديك التخربيق كامل سي غار فوق كناكلوه، يعني جو فوز اسيغ كناكلو اسياتيك، اسياتيك راه سي بيان. فوالا سينو هادو هادو اللي اول باكي غادي ناخدو هاد الخطره، حيت قالت لك اسيدي هذا مع هذا لا بيغ دو بوا في 15 جوغ. تيقولي يا البنات يا غيان انا المواتي الباكي مشات، راه كيجي عامر حتى لهنا المواتي الباكي مشات ما كاين والو. هذا نقدر نقول لكم مني كنشربو نقدر نجلس بالجوع وما كنرجفش، صافو دي عرفتو مني ما كتاكليش نهار كامل، كتكون ركابيك خاويين وكترج فيه بحال هكذا كترعدي، باغا غا تاكلي باش يرجع فيك الروح. هذا يمكن بوغ لانستون الا شريت باكي اخر يمكن ما يصدقش هكذاك. هذا كوب فان ديالو زوين، نقدر ناخذو في الفجر في رمضان، غادي نخليه دابا ما كناخذوش، نبقى ناخذو غير النهارات اللي عندي الخدمه بزاف على برا، وعواله انني ما نتغداش، يعني عارفه راسي ما غاديش يبقى لي الوقت نتغدى، نبقى ناخذ واحد في الصباح. مي سينو في رمضان مع الفجر نبقى ناخذ واحد باش يعطيني القوه شويه في النهار ونجربو في رمضان. مي فوالا زيرو هاد لا مارك البنات، انا رايي الشخصي، نتوما ديروا رايكم الشخصي. ومن هذا المنبر اي حاجه توريها اكرام بلا لوفا جامي نشريها في حياتي، وماشي من هاد التجربه الاوليه لا البنات، رانا خديت 400 ايكلك من هاد لو سيت، 400 ايكلك صافو خديت هاد لي بواط، ثلاثه الخطرات ولا اربعه الخطرات خديت هاد لي بواط، يعني جربتهم. وهذا واش كتلقاو ديفيرونس؟ ما كتلقاوش ديفيرونس. والماكله ما كناكلش بزاف، مي كناكل متشتت تشوفوا. وهادو نورمالمون سي ايكري في لا ديسكريبسيون، مكتوب بلي ما محتاجه لا ريجيم لا نظام غذائي لا والو، ما كيعطي حتى شي مفعول البنات. ها تيقوني بغيتو تيقوني تيقوني، بغيتو تخسروا فلوسكم خسروا. البنات اللي جربوهم ما عطاوهمش مفعول يبانو في لي كومونتير،
ومن هذا المنبر ما بقاش نتق في اليوتيوب جو كرو باسكو اكرام كنحترمها وكنت كنتق فيها مي فريمون هي كدير ريجيم اخر وكان كيجيب لها راسها وقيل هذا الشيء اولا حيت مخلصه وحيت كيجي هذا الشيء فابور على داك الشيء كتقول لي كتقول مي انا يا جو سي كيل كان دو تري سانسير المراه اللي كتبيعهم الله يكمل عليها الله يكمل لهم في المشروع ديالهم المراه ظريفه الله يعمرها دار ما عندي معها حتى شي مشكل مي هذا البرودوي انا عليا زيرو ما كيضعفوش و سي فغي حقا مني قلت لكم ديك ساعتي راه تو دو لا تيت اي انا هادو جربتهم ودرت في لا تيت بلي غادي نضعف ما ضعفيتش ودابا عارفه بلي ومتاكده وقلت لكم ديك المره بلي ما كاينش شي برودوي اللي غيضعفك من غير عمليه تجميل اولا تقطعي الماكله لو سوار وتنقصي لي كونتيتي الراس كنتي وغادي تضعفي سينو الا غادي تشري لي برودوي كل واحد كتشري ب60 اورو هادي كتشريها ب60 اورو 65 واقيلا كاع مع لا ليفغيزو هادي كتشريها هادي وهادي هي هادي وهادي 100 وشي حاجه د الاورو زيدي عليهم هادي هانتي في 200 اورو ولا 137 ولا ما نعرفش من داكشي الوغ فين ماشيين راه ما داروش 30 اورو ولا راه هادشي ب 100 الفوق شنو ما كيضعفش علاش تضيع الفلوس وغزمو ما كياديوش سي دي كومبليمون اليمونتير دو فاسون انا كنقرا سيها كنغلط دو فاسون على داكشي حبستهم غاديش ممكن ناخذهم الفيتامين اللي غادي ناخذ الوحيد هو هذا صبروا البنات الفيتامين الوحيد اللي غادي نبقى ناخذ هو هذا الفيتامينات ديالي ديال الانرجي ديال النهار ديال لافاتيك هو هذا كناخذ ان جيلو ولا دو دابا نسيت تال ما كنت كناخذ هادو دو جيلو لو فوالا دو جيلو بار جور افيك ان غران فير دو لو ماتان دو بريفيرونس هذا نبقى ناخذو وانا بخير نهار كامل وهذا داير واقيلا 2 اورو ولا ميم با 6 اورو ولا 2 اورو من الفارماسيان فيه لي فيتامين اللي خاص الجسم فيه 12 فيتامين وكيعطيك الطاقه وكيعطيك تو سكو تو فو اي فوالا سينو هادشي كيكون دو فوتاج دو كول البنات سوا تمشيو ديروا الرياضه وديروا النظام غذائي ليكم وغادي تضعفوا الرياضه الكرش غادي تضعفكم وكلوا حاولوا ما امكن تمشاو تمشاو انا ما كنتمشاش عندي طوموبيل وكنبقى مديبلاسي غير في الطوموبيل ما كنتمشاش حتى ليكول هي الاخرى كنديسها في الطوموبيل حتى ولدي ما كيتمشاش الوغ فوالا خاص تمشيها ما نكذبش عليكم البنات انا واخا يصيفطوهم لي غراتوي اصلا البنت راه كانت بارطاجاتني في ستوري وداكشي اللي كان بغيتها تصيفطني غراتوي كون كنت تواصلت معاها جوست في الميساج ونقول لها حبيبه الا بغيتي نديرو كولابوراسيون ولا حاجه زعما تصيفطي لي وانا ندير لك كولابوراسيون ما حد كنشري كنشري كان فهمتي لو كان بغيت سنه انا ما عمرني كنتواصل مع شي واحد على كولابوراسيون اللي بغاني راه كيتواصل معايا سينو ابارسا ابارسا البنات كومون سابيل ابارسا البرودوي ما عطاش عليا بتاتا وكاين بزاف البنات كنظن حتى هما ما عطاش عليهم نيزيتي با انكم تقولوا لي لا مارك هي هادي مان سور سيل سيلف ليدي ماشي هي هاد لا مارك ولا كان فيزي انا هاد لا مارك با دو تو انا جربت هادي اول مره نثق في شي حاجه نتاع هادشي الضعف نورمالمون كنعرف بلي سافو با لوكو هادشي انا عارفه انا عارفه بلي لي برودوي لي جيلول ما كيضعفوش مي طقت في اكرام ما نكذبش عليكم طقت في اكرام بلا نوفا مني قلت بلي ضعفوها ودارو دارو 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 جو مسوي لي البنت راه سانسير ما غاديش غادي زعما تجي وتقول هاد الهضره مي فوالا هادشي اللي كاين البنات على داكشي انا خديتو مسينو عمرنا في حياتي نعطي 400 الاورو في شي ماركه ما كنعرفهاش اي اوسي فوالا هذا ما كان اوسي دي فيتامين زعما وداكشي المهم انا غادي ناخذ دو جيلول ديالي و انا بون كوراج ا طول موند غير انايا ما بقيتش غادي نشريهم هي البنات اللي كيسولوني حنان الوغ الوغ منسوق سليف ليدي البنات لو كنلقيتو لا ديفرونس لو كنلقيتهم فيها اكرام باغا تضعف اكرام كدير ريجيم اكرام راه كانت غليظه شحال هادي ولات رقيقه كيف عرفنا اكرام بلنا لوفا ولات ضعيفه هكداك بالعزيمه اللي عندها باش تضعف هي كيعجب لها تكون خيط هي كيعجبها دابا مرضت شربت الدواء وصعب عليها تضعف ولكن هي غادي تضعف وتوصل كيف ما كانت قبل كيف ما عرفناها قبل عيت هي هكداك هي من نوع الناس اللي كي ملي كيعمروا كيبغيو يرجعوا كي كانوا قبل انا هي ماشي من داك النوع انا هي ما عمرني ندير ديك العزيمه ديال اكرام حيت انا اصلا من ديما كيعجبني الغلط ماشي الغلط الغلط ولكن من ديما جو بريفير الغلط باسكو حياتي كامله كنت ضعيفه يعني ما عمرني كنت غليظه وكنت كيف قلت كنقول لكم كنت كناخذ دي سيرون ايتو باش نغلط مني كنت صغيره دابا هي مني غلاضيت شويه باغا نضعف يعني الكاش هي اللي مدورونجي يعني باغا نضعف مي ماشي بديك الضعف راكم عارفيني ما كيعجبنيش الضعف انا اكرام جلا بريفير كوم سا مي هي كتبريفيري راسها كي كانت قبل راه كل واحد وكيفاش كيحس اليز في لو كور ديالو فهمتوا
هذا مكان البنات. ايوا يلا وانا نشرب الميديكامو ديالي ونشوفكم من بعد. هاي سمحوا لي مني، قلت لكم غون فري جبت غير لي فخوي، جبت البروكولي جبت جوج حيت باغا يجيو صحابو دمورا دو شنو بغيت نعمل لهم. خديت البنان هذا ما خديتش هذاك الكبير، خديت منهم جوج وخديت فرومبواز. الفريز باقي يمشي يجيبو مورا تخفتو لا يضيع. المهم داكشي اللي 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 خديت نقول لكم، خديت من غون فري هادو. سينو عندي شويه لي فخوي في في الفريغو كانوا بقاو ليا قبل ما نسافر. خديت البروكولي باغيين نديرو، شوف شنو غادي ندير لهم انا الغدا. نعطيكم المينو دابا الغدا البنات، غادي ندير لهم صبر نحيد، نعطيكم المينو دابا الغدا. بغيت ندير لهم الغوتي، الغوتي ديال البيف بالبوم دو تيغ في الفران مشرملين، او كومو يسابيل، او ان سالاد ماروكان. سالاد ماروكان تكون فيها بطاطا طايبه في ما عرفتش واش ندير هذيك البطاطا طايبه في الماخيزو الباربا، ولكن والله ما جبت الباربا، ما جبتش الباربا. الروز طون وديك شي ما عرفتش واش ندير هذيك، حتى الا درتها خاصني ندير كميات صغار يعني ما نديرش بزاف باش ما تبخاليش. ما عرفتش واش ندير هذيك ولا ندير لهم هي سلطة هكذا، سلطة خيار وديك شي كامل، ولا مورا تقلي سلطة ماغو كان مي. انا كنشوف البطاطا مع بطاطا ونسيت مازال ما جبتش البيتخاب، كنت حداهم بلوس ما جبتهاش. سينو ابار سا بغيت ندير لهم هادشي في الغدا وبالليل، حيت غادي يجيو الغدا ويجلسوا حتى الليل ما غاديش يباتوا. بالليل قلت غادي غادي نعملوا لهم الفوندو، الفوندو بحال هذاك اللي كلينا في في سويسرا. خديت الفرماج من غون فري، الصراحه شحال كيغليو ديك الفرماج. لقيتو الفوندو ديال لا سويس، لقيت جوج، واحد داير 10 اورو الباكي ترونسبارو هكذا، والاخر اللي في اللول الكحل داير 12 13 اورو. الو خديت جوج من هذاك 10 اورو وواحد ديال 13 اورو باش نشوفوا لا ديفيرونس سي كوا، واش هي الباكاجين ولا ولا المعلقات، حيت اصلا واحد ولا جوج ما يكفيوش، ما كخصنا ثلاثه حيت كل باكيه فيها جوج دو باغ، ملي كيدوب كيعطيك لجوج الناس، حنايا راه خمسه بينا. ايوا صافي و استغفر الله يا ربي. وكي شفتو في في سويسرا حطو حطو الخضره والخبز، يعني ما كيديروش الفوندو غير بالخبز، كيديروا بالخضره والخبز. ايوا داكشي اللي عملت، جبت البروكولي حتى هما، جبت خيزو والبطاطا عندي فوالا هما المسيسة. سيسا البنات هادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي نحتاجو. هذا هو المينو اللي غادي ندير، خاصني نبريباري داك الساعه. المهم هذا الفيديو ما عرفتش شنو تشوفوا فيه كاع، من نقدر ندير لكم فيه نشارك معكم شنو حطيت له الا كان هما يجوا غدا. هذا الفيديو صغمو غادي تحط من بعد، الو غنقدر نشارك معكم شنو حطيت لهم، ماشي الطريقه الا كانت خفيف ظريف غادي نديرها لكم دغيا. فوالا عاد باقي تبعني شويه نتاع لاسبيغاتور، شويه نتاع هذا، نجمع من هنا ربعه قراني هنا بالتيسير. خاصني نصور لكم نوفوتي اليوم عندي لايف، عرفتوا في واحد الفشله ما نعاود لكمش ستومبي. يلا الغزولات. المهم انا ساليت البيت ديالي، باقي ما حددتش الصراحه، خديت واحد الحداده جديده غنوريها لكم. المهم غزولات، صايبت هنايا الناموسيه، درت لاسبيغاتور وديكشي، صايبت هاد البليد هذا اللي كنت خديت من ميزون دوموند، فريمون غزال غزال وكبير، وانا بليت وعاد مازال على جوج من هنايا، يعني درت له جوج طويات كنقولوا من هنايا. فريمون زوين زوين وكبير وكيغطي كلشي ديك المساحات كاملين، وفيه هاد الشراشف من هنا ومن الجهه الاخرى. فريمون لو كان زعما الا عندكم شي بيت كبير زعما كنقولوا بيت هكذايا يكون كبير فريمون يصلح لكم بزاف. انا يا بيت صغير والمناموسيه كبيره بزاف، يعني على داكشي ما كنقدرش ناخذها كامله. صافي البنات هنايا عندي ديك الورده ايتيرنيل اللي جاب لي مراد، فريمون غزاله كتبقى كما هي. هنا عندي هاد المرايه هادي اللي عقلتو عليها، كانت عندي شحال هادي. ايوا صافي يطبع لي الكنابي كامل، وفين خاصني نشلو الاول اللي خداتو، تشلو الاول باش ما تجلسي فيه فشي بلاصه وتطبعيها، سورتو الا كانت باجي. هذا شوفوا البيت غير صغير، شوفوا البيت صغير عادي، الديور ديال فرنسا هما هادو البنات، البيوت ما فيهمش كبر بزاف. ما عرفتش واش ديال سام هو الكبير على هذا ولا هذا اللي كبير على سام، والله ما عرفتش. المهم هذه هي الحداده اللي خديت، فيها كتجي فيها العلاقه بحال هكذايا من هنا، ومن هنا مشات هكذا، وهنا فيها هذه الحداده هذه ديال الفابور ولا ما عرفتش، وهنايا كتعمري فيه الماء،
وبخاتيك وكتتري به زعما عنده الرويضات كتتري به و فوالا وعنده البريز. هادي البنات قامت لي ب 100 اورو واقيله 100 ولا ما كاملهاش 90 اورو ولا 105 اورو المهم هذيك 100 هكذاك من امازون لا مارك لا مارك لا مارك هي هادي كتلي 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 جو كوا فهمتوا باش ما تفزق لي المسائل. هذا ما كان الغزوله بغيت نوريها لكم حيت بزاف ديال المشتريات درتهم ما شاركتهمش معاكم وهاد العلاقه كتنفع حيت كتعلقي فيها القميجات وديك الشو كتحدديهم اون ميم طون. المهم كاين بزاف ديال الحاجات لي براتيك ما شاركتهمش معاكم ما طيحتليش الفرصه وعلى داكشي. المهم سينو مني كنساليا البنات هاد المعطر هذا ديال الدار سوا فانيلا اوريونتال سوا كاين بزاف ديال الشمات صراحه كناخدها اولا الموسك بلون حتى هو كناخدهم من ميزون دوموند هادو 9 الاورو فيهم النسمه مزيونه اون بلوس غادي تشعلي شي شميعه وكتعطي في الهواء دي الريحه مزيونه مزيونه بزاف بزاف بزاف. صافي البنات هذا ما كندوز لاسبيراتور من بعد غادي ندوز كومي سابيل شي جفيفه على الدار كامله ولكن هادشي حتى الليل ودابا ندوز على هاد الغبره هادو راه مغبر نمشي نجيب لاسبيراتور ديال اليد على داكشي ما درتوش باقي عندي لاسبيراتور صغيور غندوز عليه الغبره وعاد لانجيت ومن هنا كنمسحو بالبرودوي باش كنمسح البيسيات و... والتليفونات وصافي. هذا ما كان البنات حتى مراد من درت له من الهيه حيت له كاع داكشي اللي كيجمع لي الهيه. هذا ما كان الغزولات. Pourquoi tu frappes? Arrête de frapper, ça va tomber sur toi, l'autre. Olive, tes pieds. Oui. Oui. Hayit le flash وحتى هو يمشي للاخر. يمشي comment il s'appelle? La machine. Et moi خاصني عاد انسبيري له هاد الطابي نجمع له شي روينه هنايا. Voilà, راه كنت خبيت كلشي هادشي البنات راه دابا حطيت عاوتاني فيه هذا. عرفتوا مراد ما كيغيتيش كانوا عمروا لا فيترين ديالهم بالكوليكسيون ديالهم. عرفتوا شحال هاد الفيترين شحال ساويه حسبها لكم اورو اورو عرفتوا شنو فيها شحال ساوي مون ديو عمروا هاد غيا. صافي هنايا كنت حيدت له كلشي داكشي ديالي ديال الماركه ايتو داكشي اللي كنت حاطه له هنا ديك الجبل هنايا راه محيده له كلشي محطه له غير هاد سكيت بون ولا ما نعرف كيسميتها اللي خديت له ديك ساعتي قلت حتى يكبر وندخلو يتريني فيها هي هادي دو كوليكسيون فهمتوا حيت خديتها غاليه ديك ساعتي 200 وكلك قلت له بلا ما يضيعها. صافي اون بلوس عنده هنايا شي تقشرات هادو مصبنين وحطيت له هنا لي بوكي بول هكذايا ديكوراسيون مع التيب ديال ديال بوكيمون عا كيعجب لهم. وهنايا داكشي نتاع دراغون بول هذا يلاه شراه مراد الي مانيفيك مي ما عندوش لا بلاصه في لا فيترين مي هو حطو هنايا انا جو بونس خاصو يجي هنا ويحط مع الاخرين مي فوالا جو سي با انا جو بونس هنا. سام tu préfères ça ici ça ici ou tu le préfères ici ici parce que هنا مدرك على الاخر sur la vitrine c'est mieux oui ouais moi aussi je préfère sur la vitrine c'est mieux عاطي المنظر هكذا احسن. ومن بعد ويلا خدا شي وحدين اخرين نحطهم له تما سينو هنايا دايره له لو كوتي دراغون بول مع هاد اللعيبه. صافي هادو لي ليفر ديالو ندخلهم له في الماريو يسيبوا البنات. هذا ما كان سينو راه درت له كنت تخير عنده هادشي عامر حتى هو كثر مني. صافي هاد لوكوا هذا هو اللي المصيبه كحله باسكو باقي سما كيتفرج اي حاجه راه باقي كيبعد المرات سالويا غير يخرج لي حاشاكم لي بيبي في في في, في الناموسيات وديك الشيء الو في الناموسيه هنايا ايتو واخا كنعمل له ديك لاكوش نتاع الدراري الكبار دابا هي اللي كيحلموا وكيطلقوا مي سبحان الله العظيم بعض المرات دابا راه كبر يعني كيطلقوا كثر من 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 من, من من ابيتويال فهمتو ودي فوا ملي كيتسالى لي ديك لاكوش راه كنحط له هادو هادي ما ضيعاش على داكشي ماشي ديما كيضيعو لكن اوكا وما فينا ما يبقاو يصبنوا ويضيعوا الاسطومبيل. المهم خاصني نقي له هاد لوكو هذا كلشي اللي في اللارد وداكشي اللي لانجيت باش كنمسح له في الصباح. المهم بعض المرات راه كتمسحي كتلوحي وكتخلي هنا هادو ديالي ديال المخاد ديال المخاد ديالي هذا البلاد وداكشي من حيدتي سيما نورمالمون راني في الروينه ديالي شو سام توحشت الشعور ديالو كبير هكذا مع الدراري المدرسه. غادي نمشي نكمل شغالاتي وصافي. اي بوبلوش بونوش 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 مني كنقول له مسكين ما يدوش حدايا ما كيدوش حدا. ايه كيسكيا كيسكيا غد بوكوا تشوفي فشحه تشوفي فشحه تشوفي فشحه تشوفي فشحه يا يمك يا يمك جي اتخابي سا الوغ جو فيل كروكي ازاي حلاوات. صافي كملت كلشي المهم درت هاد الشميعه هادي صدقت لي الله يعمرها دار من هاد لا مارك هادي خديتها انا من واحد الفلوريست البنات
واحد الفلوغيست هذاك اللي خديت منه لي فلوغ ديك المره ما عرفتش شاركت معكم ديك لابارتي، ولكن في الانستغرام شاركتها معكم. فريمو غزاله هذه نتاع كاسي سوفاج فنه. المهم انا هاد البلاصه ديال مراد خويتها له ما نكذبش عليكم، ديك لي زاباغي اللي ما محتاش حيتهم باسكو كيجمعوا غير الغبره. المخاد دخلتهم للماريو اي هنايا عنده ديك الفطر ديالو، شاك فوا كيكمل شي حاجه كياخذ حاجه اخرى خليتهم له. هنايا شي حويجات غادي نعطيهم لمرت صاحبو وصافي. هنا البليد الاخر اللي كنبدل فيه وصافي. هكذا نقيقي فوالا. المهم كاين بزاف د البنات يقولوا لي حنان علاش ما علقتيش التلفازه، مراد هو اللي ما بغاش يعلقها سينو خدينا لها كلنا هذا الميبل. فوالا حلاوات هذه هذه غزاله 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 ريحتها فنه وكتبقى البنات. فوالا غزولات هكذا نكون ساليت لا شومبر. صافي تجفف راه ما جففتش كيف قلت لكم، درت غير لاسبيغاتور مي زعما نقيقي مي حتى الاخر كاع حتى نكمل نكمل كلشي فين غادي نقي، وعاد داك ساعتين ندوز جفاف على الدار كامله. وما عرفتش داك الساعه واش نحدد هاد لابارتي ولا راه غادي مني غادي نعسو فيها هاد الليله غادي تطلق كنظن، سينو غادي نحددها ابخي بيزو. انا دائما فشلانه في التحديد. الخير الحلوات ديالي كيف صبحتوا لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. المهم بغيت غير نشارك معكم الطبيله كيفاش درت لها وانتم تشوفوا هنا هاد البارفا. الصراحه جاتني من واحد الابوني ديالي، هذه اكثر من عامين جاتني في لانيفيرسير ديالي، راه هي تعرف راسها. تحيه لك من هنا، ميرسي بوكو. الريحه ديالها فنه فنه فنه، رشيت منها شويه على الوريدات فنه الريحه كتبقى. شنو بغيت نقول لكم، المهم صايبت لي زاسيت ديالي بحال هكذايا نكحز لكم. درت هاد السيرفيس هذا الى عرف الى عقلتوه، كنت خديته من ديك ديستوكاج نتاع بوزون ولا سميتو ديستوكاج بوزون. المهم فيه هذا في البلو ماري الكبير، وفيه صراحه كل واحد خديته بوحدو يعني كنت اختارته انايا كل واحد بوحدو. درت تناسق مع هذا فيه لي غوفلي وهذا فيه لي غوفلي بلو، على داكشي عملت له القاع ديالو في البلو. فوالا درت له هذا، حطيت هاد لي سيت دو طابل هادو. نورمالمون كنحط هادوك ديال يد العود العاديين، مي عجبوني هادو بلوتو فيهم ديك البيج. وهنايا كاينين دي غوز اللي خديت من ميزون دو موند. كيف كتشوفوا هادو كل واحد والثمن ديالهم، كل وحده كتباع بوحدها. لي غوز جو كرو كانوا بسات اورو ولا سيس اورو كومون. المهم كيبانو بلوتو اوريجينال وزويونين. صافي هنايا حطيت هادو حيت بغيت ندير هذا واقيلا الغوتي، وهذا كيكون فيه لي بوم دو تيغ ولا لي بوم دو تيغ اللي في الفران، وواحد بيض نحطو كبير يكون فيه سلاد ماروكان. المهم اللي حطيتو صافي. المهم حطيت الكيسان، احنا خمسه بينا يعني صحابو د مراد وسام. سينو الصالون صراحه جمعت شويه لي كوسه وجمعت شويه الدنيا، دوزت لاسبيغاتور البارح. عندي هنايا هادو اللي درت لكم بهم اللايف حيت دخلت لكم النوفوتي وديكشي، غادي نجمعهم ونحطهم اللي مع خوتهم. سينو ابار سا افونسيت هنايا، راه باقي عندي با مال دو تروك نهبطهم، ديك لي فاليز ديالي واحد الساك ديال لي كارطون فوالا شي حاجات اللي خاصني نطرفهم اكوتي. هنايا جمعت الدنيا من البار ليها، جمعت كلشي لهيه كيف نقولوا ديك اللي مكتوب فيها الطفال غادي نستعملوها لو سوا، حيت هذا سي الفوندو، هذيك لاباراي الكتريك نتاع الفوندو غادي تنفعني. بالليل غادي نديرو ان شاء الله هذاك الفرماج الفوندو. وهنايا جمعت كاع الدنيا اللي هي عندي الخبز اللي غادي نستغلوه للفوندو، وهنايا عندي شي معنات اللي خاصهم يدخلوا في الماكينه. صافي سينو كان عندي بزاف اللي يسيب مني، رجعت من سويسرا ونفيت كنت ديت معايا دي داكشي نتاع راكم عارفين السكي وهذا، وكنت غسلت كلشي الوغ تعمر ليا اللي كسميتو الحوايج داكشي اللي جبنا معنا كامل الحوايج راه ما كناش كنصبنوهم الوغ فوالا حطيتهم لهن وغطيتهم هي بديك لودغا ديالنا موسيه حتى نصبنو حتى هو. صافي هكذا باش ما يبقاش ديك التراكم ديال الحوايج يبان كلشي، على داكشي حطيتو لهن. سينو توتي رونجي نورمالمون نورمالمون جوسكا لا كلشي غونجي. اصلا ما عنديش الميناج بزاف الصراحه تقال، يعني ما كانش عندي الميناج بزاف حيت كنت جامعه ديجا. مسحت شويه لافابو، غادي نمسح شويه تواليت ابري ندوز ان كود ديال الجفاف اي باستان صايبلو لي مني غادي يفيق مراد وسام اي سيتو. هادشي اللي كاين، وخاصني اونشيني داك الساعه الماكله. غادي نستعمل تيرموميكس في التوار ديال الخضره ديال السلطه ماروكان، وغادي نستعمل الفران بيان سور. وصافي هذا ما كان، هذا ما كان الغزولات ديالي اللي خاصها تهبط فيها الكريمات وديكشي. وصافي الحلوات ديالي هذا ما كان. المهم قبيله انا عجبتني، عطوني الراي ديالكم. الحلوات ديالي كي دايرين صافا لاباس عليكم بخير صحيحه مزيانه. المهم لقيتوني في الكوزينه راني كان غادي نونشيني دابايا صراحه باقي ما كملتش، ولكن سي با غاف ما مسحتش مزيان كيف قلت لكم.
جبت هنايا لو غوتي دو بوف ديالي اللي غادي نديرو طواح طريقه نقولها لكم في حالتي ما قديتش نوري لكم. صافي هذا الشري ايه ايه المهم هما جالسين كيستناو هما راه علاين جايين. والله البنات ما نكذبش عليكم هاد البيجاما عندي دايره بحال السروال بحال ديك لي شوميز اللي خرجوهم زارا مع السروال ديالهم. قلت غادي ندير هادي باسكو باقي نطيب دابيتو ديما كنسالي الطياب قبل ما يجيو مي دابا ما قديتش ما نكذبش عليكم. شوفوا انا نقول لكم شنو حطيت. حطيت هنا الصلاه ديالي الصلاه هادي فوق ما كنحطها كتسولوني عليها كنت خديتها في واحد السولد ديال كارفور كانت قامت لي رخيصه بزاف فيها جوج معالق وهاد الصلاه ندير فيها سلاد. المهم سلاد ديال الربيع المهم الشلاضه ديال الربيع الشلاضه عاديه الخضراء مع الخيار مايز كلشي. المهم اي حاجه عندي نديرها لافوكا وديكشي نحط لهم ديك على البوراطه بوحديتها اللي بغاها ياخذ منها. سينو هاد المقله علاش جبتها البنات هاد المقله غادي عندي هنايا الغوتي دبف هذا كنت عندي في الكونجيلاتو كنت شريته لينا حنايا مي من لقيتو كبيبر داروا لي الجزر كبير قبل ما يتاول معايا قال لي لقيتو صايبو صافي خليتو هكذا كبير وجو مسويدي مع البوف كيولي صغير من بعد راه كيتجمع. صافي قلت غادي نخليه حتى من بعد يكتب نديرو كنت باغا نديرو في عيد الحب ساعه ما كتبش ايوا قلت عرفتي شنو غادي نديرو اليوم ديكونجليتو البارح ايوا اليوم ندير له غير المليحه زيت الزيتون وغادي ندير له هنايا البوغ زبده وغادي نحطو هنايا يتحمر من جميع النواحي يعني من هنا من هنا من هنا من هاد الجناب من كل شيء يتحمر مزيان عاد نحطو داك الساعه في الطاوه ديال الفران واقيلا غادي نحطو في هادي ما عرفتش واش نحطو في هادي ولا نحطو في هادي على حسب ويلا هادي راه ماشي هادي اللي غنحط نحط البلوغوند. المهم نحطو في الطاوه وعاد داك الساعه نزيد عليه الثومه سواء نحلو شويه ونحطو في الوسط ديالو سواء نحطيه في الجنب ديالو ونحط معاه شويه ديال الكاغوت ونزيد عليه شويه الزبده وندخلو الفران يطيب هكذاك واحد 20 مينوت وهذا ونبقى نطلل عليه باش نسقيه بديك الزيت ديالو اولا ديك الليدام ديالو حيت الا تشوفوا داير عليه شويه الشحمه فوالا نسقيه به حتى يتحمر عاوتاني نحس به بدا كيدخلوا الطياب مزيان. غادي نزيد عليه شويه ديال لي شامبينيون هي هكذا مكمولين غير بوغ البنه وصافي وديك ساعات يا البنات نجبدو من بعد واحد 10 دقائق هكذاك نجبدو يعني ماكسيموم ندير له ديك 30 مينوت هكذاك صافي وغادي نجبدو هذا هو الطياب ديالو اللي غندير له نزيد معاه نقطع مع هاد اللي كاغوت هاد اللي يدو هادو. ولكن البنات 30 مينوت اولا 25 مينوت الا كنتو بغيتوه بيان كوي الا كنتو بغيتوه محممر من داخل وماشي ناشف صراحه ديرو قل باسكو انا نشفتو شويه كوميم 30 مينوت سيتي ترو سينو داكس عندوز ان شاء الله البطاطا راه جبت معايا واحد البطاطا البارح جبت هذا النوع البنات زوينه كتقغيا وديكشي غادي نحاول سوا نقطعها على جوج نخليها بقشورها نورمالمون راه كتمشي بقشورها هادي كيقولوا لك 9 مينوت وهذا زعما كطيب دغيا ساشيه وحده فيها 2 3 بيرسون انا خديت منها جوج سي خديت منها جوج راه فيها الطريقه سوا غادي ندير لها نفس الطريقه اللي كيقولوا سوا غادي نقطعها نقشرها زعما ونقطعها وندير لها شويه العطريه ديالنا حنا المغربيه كتجي زوينه بالمعدنوس وديكشي والثومه وهذا وندير لها هكذا ياك وصيبو وغادي نحطها فريمون انسوبورتابل ديك المنظر ديال الودغه ما عندي ما نعمل كاينين الحويجات دابا باقي هادي كتنشف لا كويت كبيره لو خدات بلوس دو طون حتى تنشف تكمل واقيلا نطوي باباها ونديها لبلاصتها ومن بعد نقص عليا داكشي علاش راهم يكونوا ملهيين ليها. صافي شنو قلت لكم غندير لها لي زيبيس ديال هاد المغاربه يعني الكامون شويه تحميره مليحه ابزار وشويه القزبر وصافي زيت الزيتون والثومه ونشرملها مزيان بيديا وداك الساعه نحطها في الطاوه وندخلها للفران عاونوها بشويه ديال الماء اولا شويه ديال الزبده باش هكذا تدخلها تطيب مي سينو نقدر نديرها بقشوره الا قالوا بقشوره نغسلها مزيان ونديرها بقشوره الماكينه ندخل فيهم هادو ديك الروينه ماشي مشكل عرفتوا راه كنت عندي الباب هنا وحيدتها انا اللي فيا الفوتيف باسكو كانت كتجينيني على ود الثلاجه ما كنتش كنقدر مع الثلاجه ايتو الوغ سيتي جينو مي فوالا خاصني نعمل شي غيدو ولا شي لعيبه هاد الطابي حطيتو هنا وقيلا نحيدو باسكو الي مش حطيتو باسكو ما جففتش مع ملي ما كتجففش كيبقاو لي تخاص غادي نجمعو باسكو هذا كان جمعتو كان عندي في بيت النعاس اي ما بقيتش كنديرو تمايا كيجمع لي الغبره وانا فيا الحساسيه ايوا هذا ما كان. المهم البنات نقرب لكم خاصه دابا ملي غادي يجيو حطينا لهم هنايا هيدا الشوكولا ديال لا سويس و كومي سابيلو وهاد الفيغوشي
وحطيت لهم هاد اللعيبات هادو تلقاهم فواحد البواطه كبيره ديال اكسيون تاع البلاستيك فنه. هاد البيستاش كنجيبهم من كوستكو فواحد المغازا امريكيه كاينه في 77 جو كرو. واعر 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 واعر. وهنا لي شيبس ديال اكسيون ديك الصغاورين اللي كيعجبوني بزاف. المهم حطينا هكذا في دي بول هكذايا مني غيجيو غادي نحطوهم لهنا في الصالون في الصالون باش هكذا يبقاو يقشقشوا على ما يوجد الماكله. ايوا البنات خاصني نحضر راه هانتوما 12:20 وهما راهما في الطريق جايين. الوغ فوالا مشاو غيشريو الباتيسخي ولا ما عرفت وغادي يجيو توت سويت. يلاه الغزولات. المهم راه كلشي غونجي تاني نوريكم في الساعه. هنايا من بيجاما هنايا خليت هي هادو حيت كندير فيهم ديك لاسيونس. هنايا عاوتاني هادو كلشي مغونجي. شتي هذا شحال زوين عجبني. صافي من هنايا سال دو بحتا هي الي غونجي لي بيان. هنايا البيت ديالي راه مصايب مستف كلشي ما كاين مشكل. هنياتون كلشي هو هذاك كلشي نقيقي. هنايا عندي الخدمه الوغ وبلي الخدمه. هنايا كاين هاد هاد لولي هذا ديال ولدي. هذا هو الولد اللي دارت له لطيفه في لانيفرسير. صافي مراد جا مسح لا فيترين ديالو تهلا في لا فيترين ديالو باسكو هما فان ديال هاد الشيء. حتى هما راه غادي يجيو صغمو هنايا باش يشوفوا شنو كاين في لا كوليكسيون اللي دار. ايوا صافي هاد الشيء اللي كاين هنايا فوالا هاد الشيء سي تو تورونجي سي بون. خاصني نبدلو هاد الماريومي ما بغيتش دابا. قلت زعما ان شاء الله الا كتبوا بدلنا الدار علاش لا. فوالا اي سي بون البنات. سمحوا لي على شوينغوم الا درت شي جيست بشوينغوم راه ما كنحش والله الا كننسى البنات. صافي البنات انا غادي نمشي نتلها ايوا نشوفكم من بعد. الواد ديالي المهم هما راه جاو وشوفوا معايا الغزيولات. الغوتي صراحه طيبته بزاف. كان خاصني نخليه فريمون 15 مينوت باسكو انا قليت ومازال كيف قلت لكم في المقله وعاد دخلته الفران يعني هما كانوا جالسين. المهم انايا نوريكم الشلاضه في الساعه. المهم نعاود لكمش على ديك الكاروت والشامبينيو كيجيو واعرين. الشلاضه جيت مخلط فيها كلشي لافوكادو تو 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 تو. ايوا الحلاوات غير كلينا شويه. جلسنا حدا التلفازه كنتفرجوا في العريس ديالنا او درت لهم الكوتي درت لهم هذا في المول. عملت لهم اربعه ديال النوع ديال الكيكات مختلفين يا اختي. الحداقه هو راه كيك واحد نتاع الياغورت ولكن درت فيه لي غارنيتور مختلفين. واحد بالفرومبواز واحد بالميرتي وواحد عملته بلي غيزان سيك وواحد بالشوكولاته والكوكو. جاو فنين. وحطيت برداتاي مشحر مزيون ما فيه السكر بزاف باسكو ماما ما كيبغيش السكر بزاف. مي فريمون غزال. Cette fois, j'étais fatiguée. Regarde le truc. Taj Mahal. Oui, le Taj Mahal. C'est un gâteau normal. فوالا البنات. المهم صحاب مراد تفرجوا ديجا في العرس ديالنا ديال المغرب ولكن ما تفرجوش في العرس ديال هنا وما كانش حاضر باقي حيت كانوا في الجابون. كانوا مشاو لواحد العطله في الجابون حتى رجع عجب له الكادو لمراد وتلاقينا. على داكشي ما حضرش العرس. وانا كنا كنبارطاجيو معاه العرس كانوا عجبهم الحال بزاف. ولكن عيون في بلاصتي في اللبايس وقيله كنت عملت من شحال من لبسه. مهم يافي بوكو ديتاي زوينين بزاف ولكن كانوا لافامي وكان بزاف الناس زعما اكوتي سي بور سا ما قدرتش. مي هذا تو سامبلومون العرس ديالنا هنا في فرنسا عملنا في القاعه بيان سور وتصاور وديك الشيء في الجرده. المهم شي حاجات لي زوينه. وغادي تقولوا لي شكون هو هذاك راجلك من هذا مراد راه هكذا كان ملي درنا العرس من بعد لا غوبريتو لي بوين حيت هو دار ريجيم دار ريجيم كان قاز حديك الريجيم اللي عمالو كان هبط لي كيلو كاملين مي من بعد لا غوبريتو فهمتوا. المهم ايوا شاركتكم شويه اللقطات ومن بعد حنا كنا كنتفرجوا حدا ما كان الغزيولات. اما السيدي راه كان فيه باقي بزاف. وغادي تشوفوني حتى انا كنت صغيره هنا من في هذه اللحظه هذه هنايا كنت كنقول راني غليظه بزاف مي اون فغي راه كنت مزيانه. في هذه اللحظه كنت كنقول خاصني نضعف راني غليظه وهذا. ومراد كنت كنقول له راك غليظ وهو كان ضعيف كان نورمال. وفي ما كنحمدوش في اي كاره حنا فيها ما كنقولوش الحمد لله تو سامبلومون. اما هنا راه كنت تري تري بيان بارابور ا مانو شتي تري تري بيان مي كوميم كنت كنقول جو سوي غروس تمايا. ايوا الحمد لله على نعمه الله. هذا ما كنت تصاور دابا رجعنا للرومانسيه تصورات تصورات مود الضحك كيشطح معاه هو ما كيشطح جامي كيشطح وصاحبو كيضحك عليا وتحشم ما نعاودلكمش كوميم. اون شانجي يعني دابا راه سبع سنين تبارك الله. كان هنا لوركستر كان
كان العرس زوين صراحة، العرس ده زوين، لا ديال فرنسا ولا ديال المغرب، ده زوينين بجوج. فوالا البنات هنايا راه وصلت لديجا العشاء، دغيا داكشي كيمشي هكداك. وجدت هنا لي فخوي وديكشي نتاع الديسير اللي غنديرو به الفوندو مع الشوكولات، ناس الفوندو مع الشوكولات. وهنايا كنبريباريو الطبلة، حطيت لي زاسيت اخرين على وديت الفوندو ديال الفرماج مع الخضرة، حطيت لهم الخضرة وحطيت لهم البطاطا والخبز باش ما يكونش غير الخبز. فوالا الخبز قطعناه ديجا ودرت الكومبلي وحطيت الخضرة راك شفتوها. بعد ما الفوندو جا واعر صراحه، جاب بحال ديال لا سويس، حيت خدينا الفرماج ديال لا سويس جاب فن. انا حطيت الفخاز، حطيت الفرومبواز، حطيت الفيراس. فيراس عندكم البعويد مع الشوكولات، يا سلام. وهنايا درنا الشوكولات في باماغي مع لا كريم ليكيد، كنظن لا كريم ولا الحليب ما عقلتش، المهم مراد اللي صايبو حيت وكيدير الفوندو ديال الشوكولات. وصافي وبدينا نعملو نفس طريقه الفوندو مع الخبز هذا بالفخيز هذا الديسير. كان صراحه داز كل شيء مخير. وي الغزيولات وريت لكم، حتى وريت لكم ونسيت ما وريت لكمش اهم حاجه، لو كادو اللي جابوا لي لانيفرسير ديالي، فريمون جابوا لي ان شال اللي كيحمق، انتم تشوفوا فيه كيتمشى على جوج لوينات تاع لا مارك بالانسياغا. فريمون جو سوي ترو ترو كونتانت. يمشي على الجهه الزرقاء وكيمشي على الجهه الكحله، فريمون لي سوبر سوبر كان. ولو روسي كتحمق لا فيريتي، لي ترو ترو بيل، جادور كوم سا. البنات حتى البارح وكان كلشي بخير وعلى خير، حتى يا البنات مشيت نعس ما قديتش الظهر ديالي غادي يفرعني، كلشي كيضر، سيتي با نورمال، تحت مريضه مهلوكه ما قدراش، نعست معاها ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. شحال الحريق كان فيه، مشكيت عليكم شكوى على الله. من بعد ما قديتش قلت يمكن هذا شي حاجه بحال الحمل ولا حاجه، كان عندي فريمون لي ميم سونتيمون اللي كان عندي مع سام، واحد الحريق خطير في الظهر ومع عندي تاخر في لي ريغ. بيان سور مشيت اول حاجه درت هي صيفط مورا جاب لي التيست، ودرت التيست ولقيت فيه ماشي بوزيتيف. جو مو سوي دي سي با بوسيبل، باقي عندي نفس الاحساس كوم كوا راني حامله. مشيت للطبيب البنات، دوز عليا وديك شي، قال لي ما راكيش حامله ولكن دوز عليا وخوفني، قال لي شحال هادي ما تشتيش للطبيبه ديال العيالات وهذا. قلت له من نهار اخر مره حيدت في ستيريلي وما عمرني عاد دزت للطبيبه ديال العيالات وهذا. بدا كيعطيني شي اسئله البنات ما نكذبش عليكم، خلعني بزاف. بدا كيقول لي فين كيضرك في ظهرك، شنو كيضرك مازال، واش كيضرو كركبيك، واش كيضر كذا. كنقول له سي تصورو البنات، عطاني لاغم لاغم بحال سكانير اون فاديغ، وقيلا هو هذاك سكانير ياك. وعطاني شي تحاليل كثيره على الجسم كامل، على الدم، على بزاف د الحاجات. والصراحه ما نكذبش عليكم خلعني، خديت الغونديفو على لي غيم، باقي لقيت الغونديفو بعيد، مي سينو التحاليل ديال لابوغاتوار نديرهم، باقي ما كايناش ما غاديش تكون الريزلت دابا حتى يفوت الويكاند. ما نكذبش عليكم البنات راني مخلوعه، ولكن فريمون الحريق ديال الظهر ما مشاليش، واحد الحريق اللي انسوبورتابل. وكان خاف فريمون، مشيت على الحمل باسكو كنت متاكده انه يكما الحمل، باسكو امبوسيبل كيفاش كنت كنحس واحد الحريق، واحد الثقاله اللي عندي في الجناب، يعني بحال اللي تقولي سبحان الله ما عرفتش، بحال داك الديفلوبمون اللي كيكون في الحماله في الواله. باسكو انا مجربه الحماله، عارفه سي كوا شنو كنقول لكم. يقدر تكون شي بنت عندها نفس الاعراض، ولا ما عرفتش واش بالعمل، واش بلا فاتيك، واش بشي حاجه اخرى، ولكن فريمون خوفني من يعطاني بزاف تحاليل، وقال لي ضروري تمشي تشوفي ديري ضروري الجينيكولوج من دو جديد. وانا ما لقيتش مازال شي طبيبه اللي تكون مختصه في الجينيكولوج وتكون مراه، كنلقى غير رجال هما اللي عندهم بلاصه. هذيك اللي عندي مراه ولكن كبيره وما كانتش كدير لي شي حاجه، واحد سميتها جاكلين ولا ما عرفتش كي سميتها، راهي حدا المارشي دفال فوغي، جي با دو تو، ما استفدت منها والو، حتى لي زاباغي ما عندهاش تما تشوف لك حدا، حتى الا بغات تشوف لك شي حاجه ولا شي حاجه كتصيفطك ديري الراديو، ماشي الراديو كتصيفطك عند هذوك لي كوغرافي. ما علينا، المهم كنتمني ربي يدعيو معايا ما يكونش شي حاجه اللي خايبه بزاف، ولكن راني كنترعد ما نكذبش عليكم. باسكو لا فاسون ديالو كيقال لي ديك الشيء، عارفه بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، وكنتمنى ان يكون غير شاك ماشي شي حاجه اخرى. وانا راه غادي
التنين خاصني نقلب على جينيكولوك ضروري، الا ما جبرتش راه نمشي للسبيطار ونشد النوبه، ما عندي ما نعمل. وجيسبر يا ربي ما يكون شي حاجه، واللي عنده شي اعراض بحال ديالي الظهر كيقطع وديكشي تعطيني الفكره، فتحت في لي كومونتير وتهدئني. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ميرسي بوكو البنات، شكرا وشكرا على اللايك.